ملعقتين كركم مطحون، حطوا معه ملعقة من الفلفل الحار الأسود مع الكركم، حطوا معه ملعقة ملعقتين من حب الرشاد، ملعقة ملعقتين نعناع، ملعقة ملعقتين سمسم، ومش هذا كله صارت سلطة. هاي المواد كلها بتتجانس مع بعض. لما نحطها في زيت الزيتون الأصلي اللي موجود وبيمتص كل المواد المعدنية وكل البوتاسيوم والمغنيزيوم والمواد اللي ضد الأكسدة اللي موجودة في الأعشاب هذه، وهيك انتم بتحصلوا على دهون طبية، فهاي بدكم تدهنوا منها مرة لمرتين في اليوم. الفترة الصباحية ضرورية جدا لأنها بتكون آلام حادة بشكل كبير، لأنه كل الجسم بيكون متصلب والديسك بيكون حجمه أكبر من المعتاد. في فترة الليل احنا بنمتص المياه داخل الديسكات، فبيكون الانزلاق أكثر والضغط أكثر. فالفترة الصباحية بعد ما ننظف المنطقة هذه، منطقة الظهر، لازم نعمل عملية التنظيفات. التنظيفات بدها تكون في مغلي النعناع مع شوية قرنفل، ينحط معه ملعقتين ثلاثة من الخل، ملعقتين ثلاثة ليمون، ملعقتين ثلاثة ملح، وفصيل هالمخلوط هذا الحار بنحطه على البشكير، وبنفرك المنطقة هذه كله مرة مرتين ثلاث مرات في اليوم. موضوع الفرك بالفوطة هذه اللي هي مبللة في المياه مع الملح مع الخل مع مغلي الأعشاب. المرحلة الثالثة بدنا ندهن من هاي الزيوت. الدهن بيكون فقط على منطقة حوالين عضلات العمود الفقري، حوالين العضلات على اليمين وعشر على الشمال وأسفل العمود الفقري بدون عمل أي حركات. إحنا بس بندهن وبنحرك شوية العضلات اللي نخلي هالزيوت هذه تستنشق، وحتستنشق بشكل سريع ويمتصها الجلد بشكل سريع، اللي تدخل لها المنطقة كلها وبتعملها عملية تخدير مع إعادة بناء وتخفيف من حدة التهيجات اللي بالعصب السياتيك نير. هذه الزيوت مرة مرتين ثلاثة، بس أهم مرة عندي أنا بدكم مش تعملوا مرتين ثلاثة، اعملوا مرة واحدة بس قبل ما تناموا. ولما تيجوا تناموا حضراتكم بتلفوا المنطقة أسفل الظهر ب اشي صوف، يعني شال صوف، اي شيء صوف من مادة الصوف، الصوف اللي هو منين ناخده، بتشتروه من اي مكان، ما اشترى ما لكتوه، بتروحوا لكم على اي خروف برا برعة وبتقصوا لكم شوية صوف، ما هو بنعمل من الخرفان. هذه العملية، هذه الامور متابعتنا لها بدها تيجي مع عمل حركات تريح العضلات.